اما هلا ليا بننتقل لمحطتنا الاخيره برحلتنا الصباحيه، ننتقل للحديث عن واقع مديريه التخطيط والتعاون الدولي، اهميه هي المديريه في وزاره التربيه بدعم الواقع التربوي والعمليه التعليميه، اهم الخطط الموضوعه حاليا للمديريه عملها على ارض الواقع. خلينا نحكي عن هذا الموضوع مع الاستاذ غسان الشغري مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزاره التربيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. تحياتي لكم والإخبارية السورية. صباح الخير أستاذ غسان. يعني بالبداية حضرتك مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية، ما هي مديرية التخطيط والتعاون الدولي؟ بماذا تعنى؟ خلينا هيك نشرح أكثر لكل المشاهدين. أول شيء صباح الخير لكم الإخبارية السورية وللشعب السوري الكريم في انطلاق العام الدراسي الجديد والذي مضى على انطلاقته شهر كامل. مديرية التخطيط والتعاون الدولي هي إحدى مديريات الإدارة المركزية في وزارة التربية، وكما هي مديريات التخطيط والتعاون الدولي في وزارات الحكومية الأخرى. تدعم مديرية التخطيط والتعاون الدولي عمل كل مديريات ومراكز والجهات التابعة لوزارة التربية. لديها ثلاث دوائر أساسية الآن، وهي دائرة الإحصاء، وكل الأرقام والإحصائيات التي تصدر في الجمهورية العربية السورية تكون في دائرة الإحصاء في وزارة التربية وبإشراف السيد وزير التربية مباشرة، وترسل إلى المكتب المركزي للإحصاء لاعتمادها وإصدار النشرات السنوية. لدينا دائرة التخطيط. دائرة التخطيط تعنى بعدة أنواع من الخطط. لدينا الخطة الاستثمارية وهي مشاريع وزارة التربية على مدى عام كامل، وهي ما تخصص له الموازنات والميزانيات من وزارة المالية والحكومة بالتنسيق مع التخطيط والتعاون الدولي. لدينا الخطة الجارية وهي الرواتب والأجور وما شابه الأمور الداخلية في وزارة التربية، ولدينا الخطة الإسعافية أو خطة إعادة الإعمار. هذه نشأت أو يعني بدأ العمل بها منذ سنوات خلال الأزمة، وهي الخطة الإسعافية، أي لتأهيل ما تم تدميره بسبب الحرب الظالمة على بلدنا سوريا، والتي أتت هذه الحرب على المدارس. ومعظم الخطة الإسعافية أو خطة إعادة الإعمار التي رأسها السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة تعنى بتأهيل المدارس بشكل مباشر. لدينا دائرة التعاون الدولي وهي الدائرة الثالثة، دائرة التعاون الدولي وهي دائرة التعاون بين وزارة التربية والمنظمات الدولية العاملة في الجمهورية العربية السورية في إطار وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين. لدينا علاقات جيدة وممتازة خلال الأزمة. كان هناك حصار على سوريا كما تعلمون، وكان هناك صعوبة بتأهيل المدارس، فكان هناك توجه إلى التعاون الدولي، وهي مسؤولية إنسانية ومهنية ودولية من قبل المنظمات الدولية، لأنها تعنى بالجانب الإنساني والتربية هي جانب إنساني قبل أن تكون أي جانب آخر. لدينا الأعمال المكلفة بها مديرية التخطيط والتعاون الدولي بكل شيء يفيد أو يدعم أو يعزز، كما قالت السيدة وزير التنمية الإدارية، مديرية التخطيط والتعاون الدولي هي داعم لجميع مفاصل الوزارات. أستاذ غسان، يعني جهود كبيرة عم تقوم فيها المديرية. خلينا نحكي بعض الاستفسارات اللي وردتنا عن صرف التعويضات للأولى، فينا نقول الوكلاء المثبتين، تم صرفهم هنا بأي مرحلة؟ إذا فينا نقول المرحلة الأولى والثانية، وفي حال أحد المعلمين لم يحصل على تعويضاته، كيف بيتم التعامل معه؟ تماما. هذا الجانب هو تدريب المعلمين الوكلاء، وتم في العام 2020 في العطلة الصيفية لمدة 3 أشهر 60 يوم تدريبي، وفي العام 2021 كان هناك 60 يوم تدريبي آخر، وهو شرط من شروط حسب قانون تثبيت الوكلاء أن يتبع دورة لا تقل عن 6 أشهر يتبعها اختبار كتابي ومقابلة شفهية لتثبيت المعلم الوكيل. تم التعاون مع منظمة اليونسيف في الجمهورية العربية السورية ودعمت هذا المشروع كاملا. بعد التدريب الأول في العام 2020 بالعام في العطلة الصيفية بدأ صرف التعويضات الزملاء الوكلاء. الوضع الاقتصادي صعب واليونيسيف لا يقصر. أنا أتكلم الآن بشفافية ووضوح. في العام الثاني حينما أتينا لصرف تعويضات الوكلاء، يعني عن 3 أشهر الثانية، تمت مواجهة يعني عقبات إدارية لنقل.
نقول لليونيسيف لماذا لا تحول المبالغ؟ هم يحولون المبالغ عبر الهرم لجميع المعلمين والمعلمين 15,000 معلم في المحافظات. يعني ظهر إشكالية بسيطة بأن المنظمة في سوريا لا تستطيع أن تصر أن تحول إلى جميع وزارات الدولة أكثر من 100 مليون ليرة سورية شهريا. وهذا ما أخر بس هذا قانونيا بسبب قانوننا ولا قانون؟ لا هم جاهزون المبالغ يعني موجودة لديهم عقبة من عندنا يعني هي ليس من وزارة التربية. تم الاستفسار من اليونيسيف قالوا وفق مصرف سوريا المركزي يوجد يعني تعليمات أكثر من 100 مليون ليرة سورية لا نستطيع أن نحول. وتم عقد اجتماع رسمي مع السيد وزير التربية وفريق اليونيسيف، وعقب الاجتماع تم رفع كتاب للسيد حاكم مصرف سوريا المركزي ووعدنا بحل الموضوع، لأن التعويضات والأموال يعني التمويل موجود لدى اليونيسيف وفي حسابه، فقط أن يحوله إلى الوزارة. عم يفقد قيمته كلمة أخر إلى الأمور المالية تماما يعني، وبعد ما يقارب سنة يعني أنا كمدير للتخطيط والتعاون الدولي يعني أنا قيل لي عدة مرات يعني لماذا لا تصرف تعويضاتي، يعني ما المشكلة بيني وبينك أو بينك؟ بس معقول هي بيروقراطية؟ أنا يعني لا أستطيع أن أرد، لكن أنا الآن أرد على الهواء مباشرة. تمت معالجة الموضوع وصرفت وأحيلت جميع التعويضات الوكلاء المرحلة الأولى والثانية، فقط تبقى من لم يعني الجوال أو الموبايل، لأنه يرسل الهرم حوالة يعني رقم إيصال حوالة أو رسالة نصية، فمن تغير رقم هاتفي أو موبايلي الآن نستدرك هذا الأمر، وهم بالعدد ليس الكثير، لكن يعني معظم يعني أكثر من 90% استلموا تعويضاتهم في المحافظات. طبعا عولج الموضوع، ولكن أنا أقول لو اليونيسيف أو أي منظمة أخرى، سوريا في حصار الآن، في حصار اقتصادي، في حصار تربوي، نحاصر تربويا، نحاصر فكريا، لماذا لا؟ إذا كان هذا الأمر يعود على المجتمع ويضخ أموال في المجتمع ومن حساب من جيب المنظمة، لنسمح لهم. يعني أنا لست اقتصادي ولست خبير تحليل مالي، لكن هو يريد أن يعطي معلم يعني 60 يوم تدريب، يعني دفع المعلم الوكيل يعني إجور الطرقات بدون الأكل والشرب مبالغ كبيرة. صحيح. وهو محق جدا، وأنا أشد على يده، يجب أن يتلقى التعويض ولا ينتظر لسنة أخرى بسبب إجراءات إدارية أو لا يسمح أو يسمح. يعني أنا لست خبير اقتصادي، لكن أتمنى على يعني مصرف سوريا المركزي أن يصدر تعميم إذا كان من المنظمات الدولية وتأتي الأموال إلى سوريا في وقت الحصار أن يوزع التعويضات، يعني كل شيء مكتوب ومحسوب في جداول. يعني تيسير الأمور وال يعني التعاون يعني بين بعضنا لحتى تيسر الأمور. نعم. أستاذ غسان، خلينا هيك ننوه على فكرة، يعني أكيد في جهود، أكيد في تخطيط، في خطط طرحت، في خطط تدرس، ما زالت يمكن هي عم تتعالج على الورق فقط، ولكن اليوم يعني في خطط ضمن يعني الوزارات جميعا انه نحن دائما نستبدل الطاقه البديله. اليوم ليش نحن ما بنطلب خلال الخطط وضع الواح طاقه شمسيه للاضاءه، يعني لحتى شوي هيك نيسر امور المدارس بسوريا؟ هل يعني هل طرحت، هل هناك طروحات قيد الدراسة، ممكن قيد التنفيذ؟ خلينا هيك نعرف، خاصة هلأ صار في شيء اسمه توقيت صيفي تحت راية انه مشان الطاقة البديلة. اليوم المدارس وين من الطاقة البديلة؟ شكرا على هذا السؤال الهام. في من خضم الأزمة يعني يكون هناك الإبداع يعني، لكن هناك حاجة الآن لابد من تلبية الاحتياجات. يعني لفت انتباهي إلى الخطط، خطط الوزارات وخطط وزارة التربية. أنا أود أن أنوه قبل الإجابة على السؤال، تم إعداد خطة متوسط المدى للتعليم لمدة 3 سنوات، وأطلقت العام الماضي وهي عام 21-22-23، ويتم العمل على التنفيذ. ووزارة التربية خلية نحل تعمل ليل نهار، يعني لدينا يعني السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في كلمته التوجيهية للفريق التربوي بعيد المعلم
أعطى توجيهات، وبناء على توجيهات سيادته وضعت يعني خطة تنفيذية لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بعيد المعلم وفق 7 محاور. وزارة التربية يعني النقطة الإيجابية والتي تحسب لوزارة التربية هي المرونة وفق الظروف، ولأن الأزمة تعلمنا من الأزمة الكثير صراحة. الآن كل المدارس التي تؤهل من قبل المنظمات الدولية يتم وضع الطاقة الشمسية عليها، يعني تطلب المنظمة أن يكون هناك موافقة، ولا بل نحن نطلب، يعني بالعكس يعني نحتاج أن يوضع على سطح المدرسة. لدينا من الجانب الحكومي منذ شهر تقريبا كنا في وزارة المالية ونناقش الموازنة الاستثمارية، الخطة الاستثمارية لوزارة التربية، وطلبنا أن يكون هناك يعني طاقة بديلة، وهو توجه حكومي، ووافقت بمبالغ وفق المتاح. يعني نحن نطلب على سبيل المثال 300 مليار ليرة سورية، يخصص لوزارة التربية 50 مليار على سبيل المثال. يعني نعمل بالطاقة 50 مليار تكلفة الطاقة؟ إذا ولا لا بالمخصصات لخطط خطة الاستثمارية لجميع وزارة التربية، يعني الإدارة المركزية. يعني لدينا تحدي كبير في التمويل، يعني نتمنى أن يكون على أسطح المدارس طاقة بديلة، نتمنى أن نستخدم طاقة الرياح أو أي خلال طاقة خلال المراوح تماماً. يعني هي الطاقة نعم هلأ كثير مهمة. نعم يعني لكن لنكون واقعيين تحتاج إلى تمويل ومكلفة، ووفق ما يأتينا من الموازنة العامة في الدولة تخصص به وزارة التربية، خصصت 54 مليار و500 مليون هذا العام، يعني العام القادم، يعني نقول الآن إلى العام 23. نحن مع الطاقة البديلة، نتمنى أن يتوفر التمويل والدعم، نطلب من جميع المنظمات الدولية الشريكة مع وزارة التربية تأمين الطاقة البديلة لجميع مدارس التي تؤهل. يعني نحن مع الفكرة، لكن طبعا يتم التنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء، وهم يعني مسؤولون عن صحيح. يعني هذا الجانب. وهي مو بس انه نركب الواح، في الى تمديدات، في الى عطلة، الى الواح بديلة، تصليح كمان، يعني في شيء لازم يكون قيد يعني الدراسة. الطاقة البديلة كمشروع متكامل. انا كطفل في الصف او في العام الدراسي يوجد يعني ايام تغيب الشمس الساعة 4 عصرا، فنحتاج إلى الكهرباء، يعني هي حاجة، يعني لم تعد أن نقوم بإبداع شيء، هي الحاجة، يعني بدأت الحاجة الماسة. ويعني نتمنى تخصيص وزارة التربية يعني أكثر من أكثر من المخصص لها. يعني وزارة التربية يعني عليها جهود كبيرة. لما نقول مديرية تخطيط وتعاون دولي ذكرت يعني العديد من الخطط بتقوم بدراسته وتنفيذه على الأرض الواقع حسب الدعم. يعني إذا بدنا نحكي قديش هون في مجهود وعبء كبير عليكم. يعني لما أقول أنا جاهز فيني أعمل دراسة وأعمل عملية تخطيط كاملة من الألف إلى الياء، لكن أنا ممكن عندي لما أقول أنا مخطط ل 22 يعني 21 22 23 وأنا ما نفذت غير خطة 21 بسبب عدم الدعم المادي. هون كمان هي مشاكل تراكمية، بدل ما أنا أنجز بيكون في تأخر بعملية على أرض الواقع. هون كيف تعالجوا هاي الأمور؟ يعني مو فقط وزارة التربية أو فينا نقول وزارة المالية هي المعنية، يمكن جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية لازم يكون في تشاركية كبيرة معكم اليوم. نعم، حقيقة ما تقولينه هو صحيح وصائب 100%. نعاني منه بشكل يومي. لدينا خطط، يعني التربية بخير، أولا التربية بخير في سوريا، والعملية التعليمية تسير نحو الأفضل. يعني مررنا ببعض الأيام الصعبة وأيام عجاف في الأزمة، ولم تتوقف العملية التربوية يوما، وهذا يشهد لسوريا يعني حكومة وشعبا وكادر تربوي. لكن التحديات تنفيذ الخطط يعني هي تحديات مالية، كيف نقوم بمواجهة تلك التحديات؟ بداية الخطة الإسعافية تدعمنا يعني الحكومة عبر لجنة إعادة الإعمار. الآن يوجد هناك عودة أو إلى للأهالي إلى منطقة المعرة التابعة لإدلب. لدينا حاجة لـ1000 مقعد مدرسي،
ليس لدينا مقاعد مدرسية في وزارة التربية، كل المقاعد تم توزيعها، لكن مباشرة حالما سمعنا الخبر تم التواصل مع جميع المنظمات الدولية في سوريا. حالة إسعافية، أطفال يأتون، نحتاج إلى مقاعد. لجنة إعادة الإعمار الخطة الإسعافية تدعمنا مباشرة بتأهيل المدارس، ليس أن تكون يعني مدارس كالمسلمة حديثا، إنما لتستوفي الشروط الأساسية قادرة تتم بالعملية التعليمية تماما. فلدينا المجتمع المحلي، يعني المجتمع المحلي إن أخذ دوره في سوريا والعمل التطوعي هو إنجاز كبير جدا يؤثر حتى على مستقبل البلد نحو التشاركية. لدينا بعض المغتربين الكرام السوريين المحبين للوطن وللبلد يقدمون ما يستطيعون. الدولة لا تقصر إطلاقا، ونعرف أن هناك حصار وأحادي الجانب تعسفي، لكن لا يمكن لوزارة التربية أن تبقي طفل خارج الصف. يعني لدينا تحديات، ورغم التحديات الكبيرة يوجد استمرارية للعملية التربوية. تم توزيع الكتب المدرسية على جميع أطفال سوريا. قد يكون هناك مدرسة لم يصل إليها كتاب الإنجليزي أو الفيزياء أو الكيمياء، يحتاج إلى متابعة مع مستودع الكتب المدرسية. هو وقت قصير يمكن ورح يوصل. أستاذ غسان، يعني قبل ما يضاهي من الوقت، خلينا نحن هيك شوي حكينا عن الطاقة البديلة، حكينا عن مقاعد الدراسة، عن الكتب، وحكينا عن الخطط والتعاون مع الوزارات أيضا ومع المؤسسات أيضا. خلينا هيك نركز شوي على مستوى التعليم بسوريا. يعني دائما ضمن عمل وزارة التربية هناك تطوير بالمستوى الدراسي، تغيير منهاج بما يتلائم مع التطورات العالمية أو على المستوى العالمي اللي عم تطرأ علينا. اليوم خلينا نحكي عن المستوى التعليمي بسوريا، ونحن يعني كجهات يعني كل شيء عم يعني ناخده يعني من الجو المحيط أو إن كان عالميا، كيف عم نقدر نطبقه بداخل سوريا رغم الظروف ورغم كل الثغرات يلي عنا؟ يعني هذا ما يتحدث به المجتمع وأولياء الأمور بشكل خاص. لدينا مناهج تضاهي أكثر المناهج العالمية تقدما. أنا كنت خارج سوريا ودرست خارج سوريا لسنوات عديدة وعدت بال 2020. المناهج السورية تضاهي بل وتتقدم على المناهج الأخرى، تتضمن المعلومات والمفاهيم والمهارات والأنشطة بكافة أنواعها، تلحظ جميع مبادئ القرن، مفاهيم ومهارات القرن 21، وتراعي مفاهيم اليونسكو ومبادئه. اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، للتربية والثقافة والعلوم، وهي الأمم المتحدة لشؤون التربية بالنسبة لسوريا أو العلوم أو الثقافة نعتبرها. حينما نلحظ ونتواءم وننسجم الأمور بخير. الآن نأتي إلى التعليم، إلى تحويل المنهاج إلى الطفل. لدينا مناهج مطورة بحاجة إلى تدريب يتناسب ويتواءم لنقل محتوى الكتاب المدرسي أو المنهاج إلى الطفل. تقوم وزارة التربية بتدريب كادر يتألف من 270 ألف معلم ومعلمة يعملون في المدارس. وزارة التربية تقدم الاستطاعة القصوى للتدريب وتحديث المهارات التدريسية وطرائق التدريس والإدارة الصفية والمفاهيم العلمية للمحتوى العلمي للكتاب. لكن حوالي 300 ألف معلم ومعلمة أحيانا بحاجة إلى دورات أكثر، بحاجة إلى دعم أكثر، لكن الأمور بخير تسير. لدينا المنصات التربوية نعطي دروس عليها واستفسارات. لدينا الفضائية، لدينا خمسة منصات تربوية: منصة في طرطوس أونلاين، منصة في حماة، ثلاث منصات في دمشق، ومنها منصة الطفولة المبكرة، والآن يوجد خطة لمنصتين تربويتين. لدينا الفضائية التربوية السورية تعطي دروس على مدار الساعة وأنشطة تعليمية وحوارات وندوات. وزارة التربية أو المعلم بنفسه في الصف
لا يستطيع أن يوفي ويكفي العملية التعلم المجتمعية. يعني بدأ التعلم الآن، المعلم يوجد معلومة يعطيها للطفل في الصف، لكن الطفل لديه 10 معلومات من الإنترنت. هناك مصادر المعرفة متنوعة ومتشعبة. نحن نعزز ونحفز المعلمين والإداريين على تنويع آليات التعلم لديهم، ليس فقط الكتاب المدرسي، حتى يتواءم مع الطفل، وإلا الطفل لن يعني لن يهتم بالدرس لا سمح الله أو شيء. والتركيز على الأكسنت، يعني باللغات الأجنبية. اللغات الأجنبية كمان يعني هي نعم. كتير مهمة إنه دائما يكون في كورسات تطوير لمدرسينا، يعني هن لا يعلى عليهم، بس نعم. إنه في بعض الأحيان أو ببعض الأماكن أو نعم. ببعض المراكز بيكون شوي اللفظ يعني حقيقة عنا. أنا كوني مختص باللغة الإنجليزية ودرست يعني واختصاصي، أعطي نصيحة للتربويين في سوريا المختصين باللغة الإنجليزية أو أولياء الأمور أو الأطفال. أنا عشت في عدة دول ومنها الصين، عشت لأربعة سنوات كنت أدرس هناك. الصينيين لا يعرفون اللغة الإنجليزية، يبدأون بالاستماع إلى الكاسيت أو إلى السي دي باللغة الإنجليزية، يتلقى النطق السليم واللكنة السليمة باللغة الإنجليزية من المتحدث الأصلي للغة الأم. ما نتعلمه الآن في مدارسنا وفق ما يتحدث به المدرس أو أسمع المدرس. إذا حصل الطفل على سي دي أو على كاسيت أو على تسجيل على الموبايل أحيانا، يستمع فيكتسب اللغة صحيح. وتكون مفتاح للنجاح له في حياته. ما إن اكتسب اللكنة أصبح يتوق إلى التحدث، يعني يريد أن يظهر نفسه، لكن حينما يتحدث ولكنة غير صحيحة يشعر بالخجل والخوف من الخطأ والإحراج من الناس أكيد. وتؤثر على نفسيته في عملية تعلم اللغات بشكل خاص. الآن لدينا الخطة، خطة التدريب السنوية في وزارة التربية، مديرية الإعداد والتدريب، تدرب المعلمين والمدرسين والمرشدين النفسيين والاجتماعيين والكوادر الإدارية، مدير مدرسة، أمين سر، الكوادر التعليم الأساسي والثاني، ولدينا التعليم المهني والتدريب. لدينا خطط تدريبية مستمرة، والآن أكيد. والآن لدينا مع المنظمات الدولية وخلال العام الدراسي، ليس فقط خلال العطلة الصيفية صحيح. ورش تدريبية مستمرة، يعني مجهود كبير عم تقوموا فيه ضمن المديرية لخطط وورشات، يمكن مجهود جبار على أرض الواقع. فتحية لكل الكوادر اللي عم تشتغل معكم، لكل العاملين في وزارة التربية ولكل المعلمين السوريين، لأنه مجهود جبار عم يقوموا فيه. وأكيد بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا أستاذ، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك أستاذ غسان الشغري، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية. موفقين، شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.